دلوقتي مع حضراتكم هنتحرك إلى منطقة الصلحية القديمة، هنرصد هناك قصة نجاح عظيمة جدا لشاب اسمه أحمد الخولي. هذا الشاب من محافظة الغربية وأسرته بالكامل لا تمتلك سوى فدان واحد في محافظة الغربية. هذا الشاب اتحرك فورا إلى منطقة الصلحية القديمة، والنهاردة بعد سنتين من تواجده في هذه المنطقة قدر يستأجر 120 فدان ويزرعها بالشعير والقمح والترمس والكراوية وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية الهامة. خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم في الصلحية القديمة على الحدود ما بين محافظتين، الشرقية والإسماعيلية. هنا بدأت قصة نجاح الشاب الرائع اللي قدام حضراتكم، واسمه أحمد إيهاب القولي، اللي بمجرد ما كلمنا في برنامج الجدعان وحكى حكايته كنا عنده تاني يوم. أحمد إيهاب الخولي عمره 26 سنة وحاصل على دبلوم صناعي، وهو أصلاً من الغربية وتحديداً قرية سندسيس في المحلة الكبرى، وأسرته بتمتلك فدان واحد من الأراضي الزراعية الخصبة في محافظة الغربية، ويدوبك والده بيزرعه شوية برسيم ولا فول وكمان كم إيراد قمح وهي ماشية. ولأن أحمد إيهاب الخولي قلبه حديد قرر أنه يتحرك ويدور على أرض يأجرها بسعر حنين عشان يسند أسرته ويكون نفسه ويتجوز، وطبعاً لازم تكون بعيدة عن محافظة الغربية اللي إيجار الفدان فيها وصل لخمسين ألف جنيه في السنة. ما هي محافظة ملهاش ظهير صحراوي، وبالتالي أراضيها محدودة والطلب عليها عالي، وده لازم يرفع قيمة الإيجار على الناس اللي مش بتفكر. المهم ان احمد ايهاب الخولي اقنع اخوه محمد اللي عايش في الامارات انه يساعده ماديا عشان يبدا رحلته في الزراعه، واختار منطقه سامي سعد في الصلحيه القديمه بالصدفه لما كان واحد من اصحابه موجود هناك. اهلها ناس طيبين وكلهم قبائل بدويه، وهم بيفضلوا رعي الاغنام عن الزراعه، وبالتالي نجح انه يأجر 45 فدان من اراضي الصلحية القديمة دفعة واحدة بإيجارات زهيدة جدا، 4 ولا 5 آلاف في السنة كلها، وبدأ في استصلاحها واستزراعها ومعالجة ملوحتها، وغير مسارها ومساره 180 درجة، وزرعها بالرز وكسب 1,400,000 جنيه. وبالمناسبة بعد أقل من سنتين بقى بيزرع النهاردة 120 فدان مأجرها كلها، وبيزرعها بالقمح والبصل والكراوية والترمس والفول البلدي والشعير والبنجر والحلبة وغيرها من خير ربنا، والله ما ليه حل. تعالوا نقابله. أحمد إيهاب الخولي، حضرتك كلمتني في التليفون وقلت لي أنا من المحلة الكبرى وتحركت لمنطقة الصلحية القديمة وبزرع فيها. طب عملت إيه؟ أنا زرعت رز، بزرع غلة النهاردة، وبعت لي صورة وانت واقف في المكان ده في وسط الغلة، أنا جيت لك جري. طيب عايز أعرف منك بقى يعني إيه تتنقل من محافظتك لمحافظة إسماعيلية؟ يعني إيه إنك تشتغل وتأجر أراضي وتبدأ تزرع وتنجح درجة النهاردة تزرع في 120 فدان بتوعك؟ فهمني بالراحة. والله أنا جيت اتحركت من المحلة الكبرى يعني من 3 أو 4 سنين. قبل كده أنت كنت معاك دبلوم صنايع؟ كنا بنزرع في فدان أرض عندنا بس. وبنربي شوية نواشي جنبهم. فدان أرض عندنا يعني بمثابة أكتر واحد عنده فدان ونص في هذه الحدود، لأن الظاهرة عندنا زي ما أنت حضرتك قلت ضيق. صحيح. تمام. فأنا بحب الزراعة فقلت إيه أطلع أوسع، فأنا أول ما طلعت جيت أوسع. تمام. لفيت طبعا جمهورية مصر، أول ما أجرت ما أجرتش كده، رحت أنا فرافرة، رحت سيوة، رحت لفيت مصر كلها. فلما جيت هنا ارتحت من حاجة واحدة، إن هنا في مية نيل متوفرة، والأرض هنا يعني نوعا ما الملوحة فيها قليلة شوي. فبدأت أزرع، جربت الرز، خدت مساحة رز ويكون هي 40 فدان زرعت فيها الرز. طب جبت فلوس منين عشان تاخد 40 فدان مرة واحدة؟ ده إيجار كان رخيص، أخويا دعمني وخدت فيها إيجار رز، خدتهم بدأنا فيهم. الكلام ده كان سنة كام؟ الكلام ده من سنتين، والرز كان أيامها رخيص.
يعني تقريبا كانت 21. جيت هنا، لما جيت هنا الصالحية خدت رز. هنا كان الإيجار كان رخيص جدا جدا، كنت واخد أرض ب 5000 وب 6000 وأرض طين، محدش كان مهتم بالأراضي هنا خالص. يعني لما جيت كلها عيش وبوس زي اللي هناك دي. وبعدين الناس احبطت هنا كتير، لانهم هنا بيزرعوا خضار يعني طماطم وفلفل وبتنجان، فكل اللي قابلني انت جاي من المحل عشان تزرع هنا رز، رز هيجيب معاك ايه؟ فانا يعني ما خفتش، انا سبتها على ربنا وتوكلت، لان هي الزراعه دي عباره عن ايه؟ يعني هي سعي بشري وتقدرات الهيه لا اكتر ولا اقل. برافو عليك. فاني بدات ازرع، زرعت، الأرض جابت معايا رز، الرز رفع ل10,000، جاب معايا إنتاج، فربنا كرمني أحلى كرم في محصول الرز. بدأت بقى أتوسع الأرض. الفدان جاب لك قد إيه؟ من 3 طن و700 ل4 طن. وبعته بكام بقى؟ بعته ب10,000. ب10,000 طن؟ وورطت طن الجمعية. يعني في الأربعين فدان دول طلع كام لجيبك؟ طلع من جيبي يعتبر فدان خد 10 بإيجاره بكله. فدان خد 10. وصافي ربحك انت كام؟ يعني تقريبا من 37 ل 38 ل 39 الفدان. ما شاء الله عليك، في 40 فدان. خدت الفلوس دي، اخويا خد فلوسه. صح كده؟ صح. واتبقى لي شويه فلوس. نعم. وبدات بقى اشتغل. في اللحظه دي خلاص انا هستقر في الصالحيه، صح كده؟ وكان الغربيه دي بالنسبه لي اهلي بس، اهلي مراتي امي، صح؟ نعم. كده تمام. عملت ايه بقى؟ كملت ازاي هنا؟ كملت بقى، انا كنت واخد في ارض سمره تحت شويه يعني قرب فاقوس، تمام. فلقيت برضو الايجارات بدات ترفع هناك، ومع غلو الحبوب اصحاب الناس مثلا اللي كان عنده 20 فدان بيأجر وبيريح دماغه، قال لك لا انا هزرع ارض. بدات انا هنا مثلا ايه على المنطقه دي بالنسبه لهم اسمها الجبل. يعني كده انت اتمرمطت هنا. جيت هنا، سقيت هنا، يعني جت من أبدر، يعني من اقصى الظروف اللي حصلت معايا. في ارض معايا قدام شويه هنا على الطريق، الارض ديت بينها وبين الميه 2.5 كيلو. المية عشان توصل لها تاخد 2.5 كيلو، والمطور مطور كهرباء. كنا نروح ندور مطور الكهرباء ده، ممكن ندوره ونيجي نبدأ نسقي كهرباء تقطع نرجع تاني، بس عشان زراعة. اللي أنا شايفه في امتداد الأراضي بتاعتك إن فيه هيش وفي طرفة وفي أراضي لسه ما تسويتش، معنى كده إن الملوحة عالية قوي. عملت إيه في الملوحة دي؟ حضرتك أنا باخد الأرض، تمام؟ أنا شغلتي اللي أنا أخد الأرض أفصل خامتها، يعني الخامة ديت جيرية كلسية، الأرض ديت فيها نسبة ملوحة لا أزرعها شعير واركنها، الأرض ديت مثلا فيها نسبة ملوحة مثلا القلوية بتاعتها مش عالية أزرعها غل، الأرض ديت مثلا خصبة فيها نسبة مثلا بنقول عليها إحنا أرض خليط، يعني مثلا مش رملة قوي، هي مدية على طينة شوية، دي مثلا أزرع فيها كراوية، أزرع فيها بصل، أزرع فيها لو يكون بطاطس، لأن البطاطس والزراعات دي بتحب الحاجات اللي هي لا هي أرض تكون طينية قوي، تكون بنسميها الأرض الصفراء. باخد مثلا لو أرض فيها ملوحة عالية بمسك الأرض بجيب لها، لو هو اللي هو السوبر الأصفر الرخيص ده ما بكلفش عليه أبو زعبل؟ أبو زعبل ده. بجيب منه بالاتنين تلاتة طن أحطهم في قلب الأرض، أمسك الأرض أغسلها مرة واتنين وتلاتة قبل الزراعة، وأقوم جاي أزرعها، بزرعها بزرعتين اتنين اللي هي البنجر، هو بيمتص الملوحة معايا أول زرعة. ربنا أنت معلم. وبعدين؟ وبزرعها شعير. بتأول خلاص كده جاوبت معايا، امتصت الملوحة فيها، ببدأ أزرعها بقى زي ما أنا عايز، برسم حجازي، أزرعها غلة، أزرعها فول، أزرعها كراوية، أزرعها. بتسبخها إزاي بعد ما تغسل الملوحة؟ أي أرض فيها ملوحة بسبخهاش، بعتمد اعتماد كلي على الكيماويات والأسمدة. خلي بال حضراتكم، أحمد إيهاب الخولي نجح في اكتساب ثقة العائلات في الصالحية القديمة، وبقى هم اللي بيأجروا ليه أي أرض فاضية. ما هو شاطر وفاهم إزاي ينتج الخير من الأرض، وخصوصاً إنه بيروي بمية بحاري زي ما حضراتكم شايفين، يعني مية نيل. وبالمناسبة الناس كلها بتساعده، وفي بدو بيشتغلوا معاه ومقتنعين بيه كمزارع زي عم عبد العليم عبد الحميد غيات، اللي بقى ملازم لأحمد الخولي بشكل دائم وبيشرف على كل الأراضي اللي مأجرها، وكمان بيشجعوا إن يبدأوا مشروع الثروة الحيوانية. طب القمح ده عملت فيه إيه؟ القمح ده الأرض دي كانت مزروعة أخضر وانتركت من 10 سنين. وبعدين؟ ما هو هنا الصلاحية كلها أخضر. ما هو برضو المعادلة جات هنا إزاي؟ المعادلة جات الشجر من 3 سنين كان فدان المانجا بيكسب 150,000 و200,000 وكان بيكسب 70,000 و80,000 في عز مثلا ما كان فلاح المحاصيل كان بيبيع طن الرز بتخد 3,600 3,700. فاتغيرت الآية النهاردة، الطلب على الحبوب زاد، الحبوب بقى فيها سعر، والنهاردة أرداب بالقمح السنة اللي فاتت كان ب 1500 جنيه، بس يعني لو جاب له 20 أرداب، نقول 20 أرداب في 1500 ب 30,000،
مع 3-4000 تب 34 قمح ب 34000 جنيه. طب هو ما كلفش حاجه؟ انت سامعين سامعين الراجل ده عامل ازاي؟ كمل. النهارده اللي انا بحب استثمر فلوسي في الحبوب، لان الحبوب ما فيهاش مجازفه. يعني هو الغله النهارده يوم ما ازرع الفدان، الفدان جاب معايا السنه اللي فاتت 20 ارداب، 20 ارداب النهارده لما ازرع فدان يجيب لي 20 ارداب. تمام. السنه دي لو القمح مسك 2000 1800 على مسك حلو كويس ممتاز، والتبن طبعا رفع سعره بقى ب 500 جنيه، فاصبح التبن النهارده ممكن يلم ايجار الارض وانت الكيماوي وما اشبه ذلك، حق ارداب من 3 في الغله والباقي درس. النهارده بقى بكام؟ من 500 650. طيب حلو، يغطي معاك جزء في التكلفه صح ولا لا؟ كويس جدا، جزء كبير كمان. السنه اللي فاتت كان ب 100 جنيه. لو قلنا السعر الاسترشاد الموجود النهارده 1600 بس هيزيد، مش هيقل عن 1850 1800، ممكن يوصل ل 2000 كمان. كويس، معناها يعني السعر العالمي طاير بتاع القمح. اللي عايز اعرفه يغطيك كام وتبقى مبسوط وحاسس ان انت عملت اضافه لما زرعت كل المساحات دي قمح؟ انا والله يعني هو 2000 كويس للفلاح وللدوله. ده طب احمد انت بعد الرز ال 40 فدان اللي جابوا لك فلوس كويسه جدا، خدت الفلوس وبدات تأجر مساحات، وصلت لكام بقى؟ وصلت مره السنه دي مثلا السنه اللي فاتت كنت معاه زي يعني من 85 ل 90. يعني الاراضي منها مش في منطقه واحده، مش اقدر اقول لك مثلا 100، يعني ممكن 10 فدادين فرق في معايا، لان الارض مش يعني كنت واخد هنا 10 هنا 5 هنا 5 هنا 10. كل ما تلاقي ارض حلوه اخدها تاخدها فورا. كنت باجر لحد 2000 جنيه في انا خدت اجرت السنه اللي فاتت زرعه قمح ب 1000 جنيه الفدان. الفدان والله. طب ما تشتري اراضي هنا طالما الدنيا حلوه كده هنا. يعني بستثمر بزود بقى، مش دي مرحله الشراء. انت بتزود ايجارات. ازود ايجارات وبعد كده ابدا اشتري. تفكيرك 100% صح. طيب عايز اعرف منك حاجه، ال 40 فدان وصلوا ل 90 والسنه دي انت قلت لي 120 واحنا قاعدين. قلت لي انا عندي 120 فدان النهارده بزرعهم. زرعهم ايه؟ الاغلبيه القصوى كلها قمح. تمام. ومثلا زارع والذهب فين بقى؟ اللي بيجيب لك فلوس الذهب. اللي شيني بقى الحاجات اللي هي مثلا ايه زي القراويه. زارع قد ايه؟ زارع 2 قادرين شويه و2 لسه شايلهم وخر. ليه الكراويه مقتنع بيها قوي كده؟ هقول لك الكراويه مقتنع بيها. السنه اللي فاتت انا كان معايا تجربه مع الكراويه بسيطه كده، مش انا كنت زارع، كان جاري زارع كراويه، كان زارع فدان، كان السعر بتاعه في الموسم ب 80000 الطن. فزرع فدان، فانا وقفت معاه فدرس الفدان، الفدان جاب طن بالظبط لاجل الاقل ب 80000 جنيه. وزارع فدان الا ربع بصل. فدان الا ربع بصل؟ طب ما تخليهم 2 يا اخي. انا كنت هزرع فدانين بصل بس قرروا وقف التصدير، ارعبني وخفت على نفسي ولازم اخاف على نفسي. ماشي. هتزرع نوع ايه البصل بتاعك؟ زارع البصل اللي هو الايطالي الاحمر. ايه تاني؟ زارع فدانين ترمس. زارع اشمعنى ترمس يعني؟ الترمس ده هقول لك، الترمس ده ما بياخدش، قد تكون تكلفته اقل من القمح. فلوسه أي حلوه؟ هقول لك يعني الفدان بيجيب من طن لطن و200 النهارده، هو سعره بيتراوح من 60 ل 70 ترمس النور المحلي. ما شاء الله. لان هو الترمس الثاني اللي هو الحلو ده ما ينفعش عندنا لانه بيجي استيراد من بره. مع قرار وقف الاستيراد بتاع المسليات الترمس رفع. انت شغال لوحدك؟ شغال لوحدي وعم الحاج اللي هو ده عم عبد العليم. عم الحاج عبد العليم ده معايا بقاله سنتين. زي ده بدو من هنا صح؟ ده بدو من اهل المنطقه. اخبارك ايه مع البدو هنا في المنطقه؟ البدو هنا يعني ناس محترمه وانا متاقلم معاهم جدا، وبيجي لي افراحهم وبروح افراحهم وبسيبهم. ولك فرحك؟ الراجل ده لسه عريس يا جماعه، لسه متجوز بقاله 6 شهور. نعم. قول الفرح. والله كان جايبين اتوبيسات وقول الفرح يا سلام لحد باب بيتي. طيب والشيخ عبد العليم كان عنده فراشه اللي هي بتاع الافراح، جاب لي الفراشه. قال لك عايزين غفره، عايزين مش عارف ايه الكلام اللي بيحصل. لا ما بيحصل. من بعض القبائل البدويه للاسف. لا اهل الشرقيه طيبين بعمتا يعني كلهم. سواء فلاحين او بدو كلهم طيبين. برضه ممكن اقول لك على ملحوظه، المفروض اللي احنا نشجع زراعه القمح، لان السنه دي مساحه القمح قد تكون منعدمه خالص، ما فيش حد زارع قمح. كله بص ان البصل فدان البصل بيجيب له 200000 300000 400000، فدان القراوي بيجيب 100000، فدان اللي هو الحمص بيجيب له 120000. الحاجات دي بتجيب انتاج وبتاخدش مجهود، فاحنا الناس كتير تركت زراعه القمح، ولازم ان احنا نهتم بزراعه القمح. البنجر زرعه ليه؟ البنجر زرعه ارض ملحيه فنسبه ملوحه، مساحه 6 فدادين. 6 فدان. تمام. وما شاء الله مجو، والحته اللي فيها نسبه ملوحه عاليه، بنجرها ما شاء الله يعني احسن من الارض المظبوطه. شايف عندك شكاير كتير قوي هناك، هي هنصورها دلوقتي. زبل الحمام بتاخدها من مزارع الحمام دي، بتعمل بيها ايه؟ الزبل الحمام ده حضرتك ده ذهب. ده بالنسبه لنا انا. بجيب زبل الحمام ده بنقعه لمده 10-15 يوم. تمام. ميه في المي. تمام. وبجيب برميل على في السقيه.
تمام، وبحط اللوريا او بحط النظارات معاها في قلب البرميل وبفتح الحنفيه بالراحه اتنقط مع المي ديت. لو حطيت انا جردل منها زبل بيساوي شكاره لوريا، يساوي شكاره يوريا. مكوناتها حاميه شويه على الارض وبتديها عناصر قويه على الارض. هي عندك كم سنه؟ انا عندي النهارده 26 27 سنه. 26 سنه 27 سنه في الحدود. وما شاء الله النهارده مأجر مساحات كبيره في صلاحيه وسايب بلدك في الغربيه وبتروح لعروستك كل قد ايه؟ يعني كل شهر. كل قد ايه؟ كل شهر. كل شهر. بتحلم بايه؟ رايح لفين؟ بتفكر ازاي؟ اوسع لبكره. يعني النهارده معايا 100، السنه الجايه معايا 200، السنه الجايه معايا 500، هكذا. ونبقى شركه زراعيه كبيره وننتج وكمان نصدر، صح ولا لا؟ للبلد. هو انا القمح ده حضرتك انا بزرعه بستفاد، بس اني برضه بوديه للصوامع بتاعه الحكومه وهو كله رايح للبلد. رحت الوادي الجديد، شفت الاراضي هناك، شفت الواحات. رحت الوادي الجديد. هنا احسن ولا هناك؟ الوادي الجديد ارض خصبه وارض جيده، بس الميه النيل انا بجري ورا الميه النيل، لان الارض اللي بزرع فيها سوداني فول سوداني، والفول السوداني عايز ميه نيل وتكون من منبع اللي هو في الوادي الجديد. ارض بيضة. تربه جيده تعمل لك فولاية قد كده تصدرها العالم كله. ماشي، هي التربه جيده بس ما فيش ميه نيل. وهو لو ما جيش الميه نيل، السوداني لو شربش اي حاجه غير الميه النيل بيجي فيه حاجه اسمها فاكس، تفتح الحبايه من جوه بتلاقيها سمار من جوه كده، فيها سمار من جوه تترفض تدخل للمعالف. فاحنا هنا ميه نيل وباجي هنا عشان الميه النيل. رب هنا رب هناك، المهم الميه والارض تكون حلوه ويكون عندك خبره زراعه، لان الارض ايجار ومدفوع فيها فلوس، يعني لازم تاكلها وتحقق منها اعلى انتاج. ومش لازم تزرع اللي الناس اللي حواليك بتزرعه ومتعودين عليه. كل ما تجمد قلبك هتنجح، وكل حاجه تحسبها بالورقه والقلم، والاكسب لك ازرعه. دي الدروس المستفاده من المزارع المخضرم احمد ايهاب الخولي اللي اتمرمط عشان يحقق النجاح اللي حضراتكم شايفينه. مفيش حاجة بتيجي سهلة.